يعني ما شاء الله لسه ملكة جمال برضه. الله يخليك. لا انا عايز اعرف ايه السر ان تفضلي ما شاء الله محتفظه بالجمال ده كله لحد دلوقتي. انت بتدور عليا؟ لا طبعا. لا طبعا يعني اكيد الحاجات دي كلها كده اهتمام. احنا لازم نهتم بنفسنا كل ما بنكبر، نهتم بنفسنا اكتر. الاكل، نوعيه الاكل اللي احنا بناكله، الرياضه، الحاجات الحلوه اللي احنا ممكن نقدر نساعد بيها نفسنا ونعمل حاجات تبسطنا يعني. بس انت مهتمه ان دايما اطلالتك تبقى مميزه ولا خلاص انا بعدت عن موضوع مسابقات الجمال والموديلنج وكده فبراحتي بقى واعمل اللي انا عايزاه؟ انت شايف ايه؟ انا شايفك زي ما انت ما شاء الله احلى. لا طبعا اكيد طبعا مهتمه بالفاشن زي ما انت شايف كده. النهارده انا اهتميت ونزلت واخترت فساتين، رحت عند مصمم الازياء محمود غالي وهو حتى اختار لي اللوك الشكل مختلف النهارده خالص ده. فلا طبعا مهتمه اكيد بالموديل طبعا. عايز اعرف انت فكر محمود غالي دايما بيبقى ماشي معاك؟ انا دايما بحس ان انت في كونتراست كده مع محمود وفي كيمياء بينكم يعني. بص طبعا اكيد انا بحب جدا محمود وبحب شغله وانا بحب اشتغل مع ديزاينرز مختلفين. كل واحد بيبقى ليه رؤيه وكل واحد بيبقى شايف ان ممكن يلبسها حاجه تبين حاجه احسن عندها، تبين الموديل اخطر عليها. فالاختلاف دايما والتنوع بيطلع حاجه كويسه، وانا محمود انا برتاح له جدا وانا تقريبا من اول المهرجان بلبس من عنده. تمثيل اخباره ايه بقى؟ بقالك فتره كده مختفي شويه. انا بس كنا شغالين على مسرحيه قواعد العيش الاربعون ولسه موقفين قريب، اشتغلناها 5 سنين. طبعا. فانا واخده راحه. واخده راحه بقى من المسرح 5 سنين ورا بعض. وبس ان شاء الله في حاجه سينما قريب مستنيه بس عليها شويه تعديلات واقدر اتكلم عليها بعد كده. تمام. انت مبدئيا رايك في اطلالات المهرجان بما اننا بنتكلم بقى في انت شياكة وده اكتر حد لفت نظرك وكان عاجبك قوي لبسها؟ والله ناس كتير كانوا لابسين كويس قوي. طبعا النجمه الكبيره ليلى علوي جميله كانت لابسه حلوه قوي قوي وكان في غيرها ناس كتير يعني يمكن اللي لفت نظري النجمه ليلى علوي. في حد حسيت بصراحه ان هو ملخبط خالص وبتاع؟ مش هنقول اسامي بس كان في حد كده؟ لا ما اقدرش. بص انا ما يعني ما بركزش قوي لمين اللي كان ملخبط، بس عادي انا شايف ان دي حاجه عاديه. في حد ممكن يوافق في الاطلاله بتاعته مره وممكن ما يتوفقش فيها، فانا شايف ان دي حاجه عاديه مش لازم كل مره ابقى عادي. كلنا بنغلط يعني. اجن حاجه ممكن تظهري بيها ممكن تكون ايه؟ يمكن ده من اكتر الحاجات المجنونه. يعني لا بس يعني بحب دايما اجرب الحاجات المختلفه والستايلات المختلفه. يمكن انا دايما بميل للحاجات الناعمه والرقيقه فقلت اجرب شويه حاجات مختلفه. يعني هي قرايه تانية اهو. بس دايما يقولوا عدوك ابن جارك، بس ما شاء الله انت وهبه سيسي يا حبايب وطول الوقت مع بعض. هبه جميله ومن ملكات الجمال اللطاف جدا اللي انا اتعرفت عليهم من خلال المسابقه طبعا، وهي نفسيتها نظيفه كده وحلوه وهي بتقعد يعني لو محتاجه حاجه مثلا لو في حاجه واقفه قدامي يا هبه لا طبعا بتساعد. يعني هبه من الشخصيات الجدعه جدا وطبعا من اهم ملكات جمال مصر اللي عدت على المسابقه. بره بقى الاضواء وبره ظهورك ده انتوا بتعملوا ايه مع بعض في الحياه؟ ايوه انت كده وراها كوارث. لا 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 خالص. لا يعني يمكن هبه انا وهي معظم المقابلات بتبقى دايما في الايفنتات يعني مش طول مش بره بقى طول الوقت بتصوروا سوا ولا اي حاجه. فينا مشغول طبعا بحياته، كل واحده ليها حياتها وليها بيتها واولادها وكده. ف لكن احنا بنتقابل بقى يعني بننتهزها فرصه في المناسبات الجميله اللي زي دي ان احنا بنشوف بعض ونشوف الناس اللي احنا بنحبهم يعني. تمام. مين اقرب اصدقائك تاني كمان من الوسط؟ الوسط بص هم كلهم زمايلي، انا ما فيش حد قريب قوي خالص كده من الوسط، انما كلهم زمايلي وحبايبي وبشوفهم ومسلم على بعض والدنيا لطيفه. لكن حد صحاب قوي كده لا، ما مش من جوه الوسط يعني من بره. هو بنشكرك جدا يا فوزيه ودايما زي القمر متالق. كتير ربنا يخليك.